قطاع غزة. الآن1992 خرج رئيس وزراء الكين ذاك الوقت إسحاق رابين وقال: نتمنى كاش نهار نوض ونصيب غزة كلها. نظن أنا هذه أمنية كل حاكم وقائد في الكيان، ماشي غير اليوم من بكري. سي بوغ سا شن الكيان أربع حروب على غزة في 13 عام برك، يعني من 2008 حتى 2021. وفي لي طروا كار من هادو أربعة كان كوخوت حماس بنيامين نتنياهو هو رئيس وزراء الكيان، يعني وين ما يحبوا شنوا حرب على غزة يجيبوا هاد السيد ويحطوه في رئاسة الوزراء. خلينا قبل ما نعرفوا شتا هي هاد الحروب وش صرا فيها ضربوا طلة خفيفة في التاريخ غابيدمون باه نعرفوا كيفاه وصل الحال غزة للحصار وكل هاد الحروب. Palestine is now at grips with almost unrestricted racial warfare. قبل 1948 كانت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني. كي خرجوا البريتيش من فلسطين كانوا خادمين قالب صحيح مع عصابات الكيان وحبوا يخلوا لهم فلسطين. العرب داك القيس كانوا واقفين داروا هاك وهاك وتفاهموا وداروا حرب مع عصابات الكيان من ماي حتى جويلية 1948. بين الجيوش العربية من مملكة مصر وسوريا والأردن ومملكة العراق وفيها لبنان والسعودية. هي مالغري أنه العرب خسروا في ذيك الحرب مي أمو داروا جيست ماشي كما ضروري. هل وصل بكم الضعف والعجز أنكم لا تستطيعون تحريك سيارات الإغاثة؟ المهم العرب خسروا ذيك الحرب ولات من بعد معروفة بالنكبة، ولات تقريبا كل فلسطين كما راك تشوف تحت الاحتلال. بصح قطعة غزة قاد تحت الإدارة المصرية والضفة الغربية قاد تحت الإدارة الأردنية حتى 1967، حيث تم الاتفاق على توحيد كلمة العرب. في ذاك العام عاودوا اتحدوا دول عربية وتواجهوا مع الكيان في حرب ما يسمى بالنكسة. العرب انهزموا أيضا في تلك الحرب اللي دامت 6 أيام من 5 حتى 10 جوان 1967 واللي فيها احتل الكيان الضفة الغربية لحم الأردن واحتل سيناء واحتل الجولان اللي نحاها من سوريا واحتل قطاع غزة. قطاع غزة مشتعل. في 8 ديسمبر 1987 اندلعت شرارة الانتفاضة الأولى وين استشهد 4 فلسطينيين من سكان مخيم جبالية. توسعت الانتفاضة الأولى وشملت بزاف مدن ومخيمات في فلسطين، تقريبا كل فلسطين. استمرت هذه الانتفاضة شحال من سنة؟ باتفاق أوسلو انتهت الانتفاضة الأولى، توقفت نهائياً بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر 1993. هذه الاتفاقية نصت على بزاف صوالح، منها منح حكم ذاتي للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة ياسر عرفات. وحسب الكثير والكثير من المراقبين كانت هذه أكبر حشوة للفلسطينيين. مشكلة أوسلو الكبيرة خلق سلطة دون دولة، رموا لنا طعم اسمه السلطة، اخترعوا لنا هذا انه توجد سلطة مؤقتة على مناطق مؤقتة بدون سيادة. المهم كما الضفة الغربية غزة بقات تحت بين قوسين حكم ذاتي، بصح هي في الحق بقات تحت الاحتلال كما راه الحال في الضفة ضربه. تتحكم إسرائيل كليا بمعظم أراضي الضفة الغربية وتسيطر عسكريا عليها وتتوسع استيطانيا. وين التنسيق الأمني؟ التنسيق الأمني مقدس مقدس محمود عباس. يا المهم بقات هكاك غزة حتى 15 أوت 2005. انسحاب إسرائيلي تحت جنح الظلام من غزة. في الدوبي تاع 2006 السلطة الفلسطينية نظمت انتخابات تشريعية في كانون الثاني من عام 2006. في هذا الانتخابات شاركت حماس وربحت، بالصح بزاف ناس ما عجبهمش الحال. في الخارج وحتى في الداخل. بعدها شكلت حماس حكومة برئاسة إسماعيل هنية في غزة. Gaza Strip is a hostile territory. 2007 أعلن الاحتلال أن غزة كيان معادي، أي entre parenthèses نقدروا نعلنوا عليهم الحرب كيما نمو. وهنا دات سلسلة حروب الكيان على غزة، وكانت بداية الحرب الأولى في 27 ديسمبر 2008 ودامت 23 يوم. سمى الكيان هذه العملية الرصاص المصبوب، وكان من أهدافها اللي ما صرحش بها الكيان طاي طاي استرجاع الجندي لأسرات المقاومة عام 2006 كالعاد شاري.
وأسكو نجح الاحتلال في استرجاع هذا الجندي المأسور شاليط؟ دوك شوية ونخبرك. المقاومة سمت هذا المعركة معركة الفرقان. تصريح تسيفيليفني وزيرة خارجية الكيان قبل بداية هذا الحرب 48 ساعة في كونفيرنس دو بريس في مصر، وين قالت enough is enough، أي كفى يا حماس، هو إعلان للحرب. وعدت ليفني فوفت الطائرات الحربية الإسرائيلية. في لبخومي جوغد هذا الحرب طاح أكثر من 200 شهيد و700 جريح، نصفهم من المدنيين وثلثهم من الأطفال. وكما عويدهم المستشفيات، المدارس، المدنيين، آلة قتل وتدمير. 3 جنفي 2009 جيش الاحتلال بدأ العملية البرية. في 9 جنفي قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة وانسحاب قوات الكيان من القطاع. صح لو كان تحسب مليح هذا القرار جاء بعد 6 أيام من التوغل البري لأبارامو حصلت فيه قوات الكيان. ما جاش كي كان القصف البري والجوي والبحري وين كانوا العشرات يموتوا في غزة. On Saturday, Israel declared a ceasefire. 17 جنفي 2009 احتلال يعلن وقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد. بعدها بنهار قبلت المقاومة وقف إطلاق النار. في 19 قوات الكيان اللي توغلوا بريا في غزة بدأوا يخرجوا، في 21 خرجوا كامل منها. الكيان اعترف بمقتل 13 منهم 10 جنود وترواسهم بليسي. المقاومة بالمقابل قالت أنهم لا قتلوا أكثر من 100 منهم 48 جندي، واستشهد حوالي 1500 فلسطيني منهم 412 طفل. استعمل الكيان في هذه الحرب أسلحة محرمة دولياً كما اليورانيوم المنظم ديبليتد يورانيوم والفوسفور الأبيض وحوالي مليون كيلو متفجرات. إيماجيني. المقاومة ردت بصواريخ على غلاف غزة، المدى تاعها كان 17 كيلومتر. استغل من بعد صاحبي شحال تولي هاد الصواريخ والمدى تاعها. والاحتلال سيسير ما قدرش يحرر أسيرو قلعات شاليط، هذيك تصراغي في ليفين رومبورغ فنا. ونجحت المقاومة في عملية تبادل الأسرى في 2011. تضم الدفعة الأولى من السجناء المفرج عنهم 477 أسيرا، وانتحرر 1027 فلسطيني في هذيك الصفقة مقابل قلعات شاليط. بعد 4 سنين في 14 نوفمبر 2012 الكيان اغتال أحمد الجعبري بصاروخ استهدف سيارته. بدأت الصواريخ والطائرات والبارجات تقصف وتفجر جوا وبحرا وبرا. أعلن الكيان انطلاق عملية عمود السحاب مقاومة سمت المعركة حجارة السجين. المهم هذا الحرب استمرت 8 أيام، أي من 14 إلى 21 نوفمبر 2012. أخيرا وبعد ساعات طويلة من الانتظار توصل لوقف إطلاق النار من القاهرة. بالصح الملاحظ في هذا الحرب صواريخ جديدة براق 70 وM75 وإن وصلت 80 كيلومتر لتضم منطقة تل أبيب للمرة الأولى. استشهد في هذا الحرب أو المعركة في 8 أيام فقط 180 فلسطيني منهم 42 طفل، جرح أكثر من 1300. الكيان قتل 20 وجرح 625. المقاومة أطلقت أكثر من 1500 صاروخ على الاحتلال. 2 جويلية 2014، خطف صباح الأربعاء وعثر على جثته المحروقة تماما بشهيد الفجر كما بات يلقب. أغضب الفلسطينيين. خرج محمد أبو خضير طفل فلسطيني صلي الفجر في بلدة شعفاط في القدس المحتلة. جو واحد المستوطنين خطفوه عذبوه وأحرقوه حيا. من 3 حتى 7 جويلية تسارعت الأحداث، ردت فعل واحتجاجات في الضفة وفي الداخل المحتل، أجج الشارع الفلسطيني. 8 جويلية 1 الصباح أعلن الكيان ببدء عملية أو حرب على غزة سماها عملية الجرف الصامت. جرف الصامت. جرف الصامت. المقاومة ردت بمعركة العصف المأكول واللي بدها بعملية إنزال خلف خطوط العدو. كالأشباح كانوا يتحركون خلف خطوط الجيش الإسرائيلي. استهدف فيها قاعدة ذكي، شغل صدموا عليهم، وكانت أول عملية من نوعها، بصح ما غاديش تكون تالي. الكيان يستدعي لهذا الحرب 40,000 من قوات الاحتياط. خلال هذا الحرب اللي استمرت 50 أو 51 يوم، الكيان ارتكب مجازر ضد 144 عائلة غزاوية. مجزرة عائلة حمد، ومجزرة عائلة النواصرة، ومجزرة خان يونس. كي نقول لك مجازر يعني في كل عائلة من هذول 144 استشهد منهم 3 أفراد ولا أكثر.
في هذا الحرب المقاومة فاجأت الاحتلال أول مرة بصواريخ يوصلوا حيفا شمالاً، وطيرت ديدغون أو طائرات بدون طيار في مجالس كيان، وعادت إلى غزة بسلام، ودارت عمليات نوعية، عمليات إنزال خلف خطوط العدو. 8 جوليا يقتحمون قاعدة زكيم العسكرية المحصنة. 19 جوليا إلى موقع أبو مطيبق العسكري، وعملية موقع 16. في 28 جوليا يقتحمون قاعدة عسكرية محصنة في نحال عوز. من بين الأسلحة والإزار مجدد اللي دخلتهم المقاومة في هذا الحرب، صاروخ رانتيسي R-160 المدى تاعه 160 كيلومتر، صاروخ G-80 المدى تاعه 80 كيلومتر، صاروخ سجيل S-55 المدى تاعه 55 كيلومتر، بندقية غول 14.5 ملمتر المدى القاتل تاعها 2 كيلومتر. 26 أوت انتهاء الحرب بعد الإعلان من فلسطين عن وقف إطلاق النار بين الكيان والمقاومة. فرح رغم الألم والدمار الذي خلفته حرب إسرائيل على غزة خلال 50 يوما. في هذا الحرب الكيان شن أكثر من 60,000 غارة وقصف على غزة. المقاومة أطلقت أكثر من 8,000 صاروخ على الكيان. استشهد ما يقارب من 2,322 وجرح أكثر من 11,000 فلسطيني. وقتل حسب الكيان طبعاً 68 جندي و 740 جريح. 6 مايو 2021، 7 عائلات في الحي الغربي للشيخ جراح. شرطة الكيان حبت دراع تخرج 7 عائلات فلسطينية وديارهم به يسكنوا مستوطنين في مكانهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. المقدسيين طبعاً وقفوا ضد هذا القرار وصولاً إلى المسجد الأقصى، وفي جمعة سميت بجمعة الوداع لم يحترم الاحتلال حرمة المسجد الأقصى. اقتحم ألاف من شرطة الكيان المسجد الأقصى. 9 مايو في الليل صارت أيضاً مواجهات ليلية في حي الشيخ جراح في ساعات الليل 10 مايو اللي كان 28 رمضان. هذا داخل المسجد. اعتدت شرطة الكيان بصفة وحشية على المصلين في الأقصى وجرح حوالي 331 فلسطيني في ذيك الليلة. هذا الشيء صار في 10 الأواخر من رمضان. خرج لهم الشيك أبو عبيدة أيوه الملثم والشاشرة لا خطوط حمراء إذا استبيحت المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى. أعطوا الكيان مهلة حتى 6 أشياء لرفع الحصار على المسجد الأقصى ويطلقوا المحتجزين على 6 و4 دقائق. عندما حذرت الآن فعلت رشقات صاروخية على المستوطنات من غزة. الكيان يرد بغارات على مدنيين في شمال غزة، وهنا بدأت الحرب الرابعة اللي سماها الكيان عملية حارس الأسوار. ردت عليها المقاومة بعملية سيف القدس. اعتداء الكيان هذا الخطرة ركز على يتم استهداف البرج الآن. انهار البرج، انهار البرج، انهار البرج. أبراج سكنية قد دمرت بالكامل وسويت بالأرض. المقاومة ترد بقوة، رشقات صاروخية كبيرة، الشيء اللي فاجئ الكيان وخلاه حاير. صواريخ جدد وصلوا حتى 250 كيلومتر. الحرب الأولى كان مدى تاع الصواريخ لا يتعدى 17 كيلومتر. 13 مايو يستقبل سكان غزة عيد الفطر على وقع ضربات جوية إسرائيلية تهز أبنية منازلهم. هكذا عيدوا في غزة. في 21 مايو الثانية فجرا وقف إطلاق النار في غزة. شوف كيفاش خرجوا في أهم مفترقات وشوارع قطاع غزة اللي كانوا تحت القصف والتدمير. 11 يوم تفلوا كذلك في القدس المحتلة والشيخ جراح وبارتو في فلسطين المحتلة، وخرجت شرطة الكيان الأقصى ودخلوا الشاشرة بالتكبير. المقاومة كالعادة فاجأت الاحتلال بسلاح شديد في هذا الحرب، منها طائرة الزوار بدون طيار، ثاني طائرة الشهاب الملغمة، صاروخ عياش 250 وصاروخ القاسم المطور للمدى تاعه يصل حتى 400 كيلومتر. في هذا الحرب استشهد 250 فلسطيني منهم 65 طفل وأكثر من 2500 جريح. في 7 أكتوبر 2023 الصدمة بين صاحب القوة وصاحب الحق.